وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. أهلا ومرحبا. حوارات ونقاشات وتجاذبات بين شركاء العملية السياسية في حين أن الشارع يرفض نقاشاتهم وكل ما يتوصلون إليه، يعني بعد هذه المدة الزمنية التي قاربت الأربعة أشهر، أليست كافية كي تفهم الطبقة السياسية أنها غير مقبولة شعبيا؟ أنا واضح أنه بطل يبقى معارض. ندورك على لغة جديدة يتفهمون فيها ويتصرفون وكأنه الشارع يعني الوضع طبيعي في الشارع والوضع طبيعي في العراق. لا أعتقد أنه مستوى الضغط في الشارع كافي لحتى تستجيب هاي النصب الفاسد اللي عزل العراق مطالبهم. طيب يعني إذا كان البرلمانيون يرددون أن شروط المتظاهرين لرئيس الحكومة لا تنطبق على المرشح محمد توفيق علاوي، ماذا نفهم من ذلك؟ يعني ألم يصل إلى علمهم الشروط الحقيقية للثوار والبيانات الصادرة برفض العملية السياسية برمتها؟ أعتقد أنه الانتفاضة في الشارع أو الثوار في الشارع يحتاجون لمشروع سياسي متكامل. اما العمل بهاي الصيغه بالتقطيع فاعتقد انها لن تجدي نفعا. يعني بمعنى المطالبه باستبدال رئيس وزراء ووزراء بموافقه. اليوم مطلوب مشروع برنامج سياسي متكامل يعالج قضايا العراق التي لم تعالج خلال 16 سنه، واترك هذا الموضوع للناس يعني تفاضل على اساسه. انت لست في مرحله يعني مؤقت، انت امام مقبله صعبه ستطول. وبالتالي بلا مشروع سياسي، بلا بلورة أطر للعمل على هذا المشروع، أعتقد أنه راح نظل نراوح في نفس المكان. طيب النائب أحمد الجبوري يقول أن عبد المهدي وحكومته متهمون أو متهمون بقتل المتظاهرين ويجب محاسبتهم، كيف تقرأ هذا التصريح؟ وهو يعني هل هو في إطار غسل الأيدي؟ لكن كل الوضع الدولي والمصري داعم لاي حراك وتغيير في العراق. الازمه ليست داخل العراق، لو يكف الوضع الدولي دعمه للنخب الفاسده في بغداد لانهارت السلطه باسرع مما يكون. لا زمان انهارت السلطه امام هذا الفساد. لكن انت امام وضع دولي ووضع اقليمي تعرقل اجراء عمليات التغيير. هؤلاء متضررون من التغيير. الوضع الدولي ممثل بامريكا والوضع الاقليمي ممثل بايران. وبالتالي يعني ستطول مساله التغيير طالما الوضع الاقليمي والدولي معقد الى هذا الحد. طيب هل يمكن ان تنطلي يعني هذه الالاعيب السياسيه بمحاوله تدوير الوجوه القديمه على الراي العام العراقي حسب رايكم؟ باكد لا، لانه تسمع ما يقوله المتظاهرين في الشارع ونخبهم واسمع حواراتهم تجد ان هناك وعيا عميقا يعني لا ينطلي عليه اي لاعب سياسي. 16 سنه علمت العراقيين ليصبحوا ساسه. طيب في ظل الرفض الشعبي تتزايد عمليات القمع وقتل الثوار، يعني هل اصبح الرد الامني هو القناعه الحقيقيه لدى الطبقه السياسيه وميليشياتها على ثوار العراق؟ هم ليسوا لديهم غير الحل الامني. ليسوا لديهم غير الحل الامني، واعتقد انه وصلت المرحله الى تقاطعات من الصعب عليها الوجود، يعني من الصعب عليها التفاهم على الوطن. اعتقد انه وصلنا الى مرحله الفراغ، ما اعتقد انه في مجال للمرحله نص نص. طيب الى اي مدى ترى استاذ حسين ان هذه الالاعيب السياسيه لتدوير الوجوه القديمه والقمع الامني يمكن ان تثني ثوار عن استكمال مسيره الثوره؟ يعني كل تجارب الناس من قبل لدخلوا هذا المعترك، يعني كلما اوغلت الصفوف القمع والدم كلما زادت التحشدات والمظاهرات وكلما زاد الانتصار على قضيه الصفوف. هذا ليست جديدا وليست اول تجربه. نعم، كنت معنا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، شكرا جزيلا لك.